تبين لهم أنه الحق هل هناك نصائح استعداد للامتحانات النهائية؟ سؤال لطيف وأنا وردني كثيرا حقيقة أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا انظر أخي الحبيب أكثر ما يدمر ذاكره الانسان يوم الامتحانات هو الخوف والقلق. الخوف والقلق من نتيجه الامتحان والخوف والقلق من او عدم الثقه بالنفس انك يمكن ان تجيب اجابه خاطئه. الخوف من اسئله قد تاتيك ولا تعرف الاجابه عنها واشياء كثيره تدور في ذهن كثير من الطلاب فتجد أن آداءه العقل ينخفض بسبب الخوف لأن الجسم في هذه الحالة في حالة الخوف والقلق يعني آداء الجسم يرتبك آداء الدماغ يصبح أضعف بسبب هذه المشاكل أنا أول شيء أخي الحبيب أول شيء أنصح به أي إنسان مقدم على امتحان سواء امتحان في المدرسه او مقابله عمل او اي موقف مهم ان يتوكل على الله اولا رقم واحد التوكل على الله لماذا الله عز وجل اعطانا شيء مهم جدا هو التوكل عليه التوكل يريح النفس يعني انا شخصيا عندما اتوكل على الله ارتاح نفسيا اضع همي وخوفي وقلقي ومخاوفي أضعها بين يدي رب الكون هو المتصرف في الكون وبالتالي أرتاح نفسيا وأهدى الشيء الثاني أن أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي هذه قضية مهمة جدا أن تعلم أن كل شيء مكتوب وأن الذي سيحدد علامتك النهائية هو الله عز وجل وهذه العلامة مكتوبة مسبقا في عالم الغيب وفي علم الغيب عنده عز وجل. عندما استيقن من هذا الامر ايضا اهدأ وتذهب هذه الانفعالات. اذا التوكل على الله لان الله قال لي ان الله يحب المتوكلين. الشيء الثاني ان اعلم انه لن يصيبني الا ما كتب الله لي، الله تعالى يقول: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اذا هذه الايه جمعت لنا قضيتين مهمتين جدا. القضيه الاولى ان تستيقن انه لن يصيبك الا ما كتب الله لك، القضيه الاولى، والقضيه الثانيه ان تتوكل على الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اذا بما انني مؤمن والحمد لله يجب ان اتوكل على الله. اذا زال الهم وزال الارتباك، القضيه الثالثه طبعا ايها الاحبه قضيه الاستماع للقران وتدبر القران مفيده جدا في تنميه مدارك الانسان وزياده قدرته على الاستيعاب، ستقول كيف؟ علماء البرمجه اللغويه العصبيه يقولون اللغه هي العنصر الحاسم والمهم في قضيه الاستيعاب فكلما كانت لغتك العربيه اقوى كان استيعابك اعلى فاللغه الضعيفه تؤدي لاستيعاب ضعيف لماذا لان وسيله التواصل بينك وبين العالم الخارجي هي اللغه القران هو الذي يقوي لديك موضوع اللغه العربيه في دماغك ويزيد قدرتك على الاستيعاب يزيد قدرتك على الفهم يزيد من قدرتك على الادراك يزيد يسرع من استيعابك للمعلومه وانا لي تجربه احبتي في الله مع القران الكريم عندما كنت احفظ واستمع القران بشكل يومي كنت الاحظ ان هناك تغيرات تحدث في الدماغ قدرتي على الاستيعاب كانت تزداد لماذا؟ لأن اللغة العربية كانت تتطور وتتحسن أثناء استماعي للقرآن لذلك أنا أقول دائما الاستماع للقرآن وبخاصة أثناء النوم يعني الطالب وهو نائم قبيل النوم يضع على الموبايل أو على الكمبيوتر أو على أي وسيلة يعني متاحة أمامه يضع آه سورة يحبها من سور القرآن ويستمع اليها وينام ويترك هذه الصوره تتكرر دماغك ايها الطالب يبقى في حاله عمل اثناء النوم كيف يحدث ذلك الدماغ ينظف نفسه اثناء النوم يتخلص من المعلومات الركيكه والمعلومات الغير مهمه يعني اشبه بتنظيف الكمبيوتر إجراء عملية فرمة للكمبيوتر وتنظيف هذا يحدث في الدماغ كل يوم قبل أثناء النوم، فلذلك أثناء النوم عندما تستمع للقرآن فإن حاسة السمع تبقى في حالة عمل أثناء النوم، وبالتالي صوت القرآن ولغة القرآن وكلام القرآن وهذه الكلمات التي تدخل وهذه الآيات يتم تخزينها في دماغك أثناء عمل هذا الدماغ، وبالتالي. مع الزمن سيحدث لديك تحسن في اللغه ويحدث لديك تحسن في ادائك الدراسي، لماذا؟ لان لانك اصبحت اهدأ يعني وانت نائم مثلا تستمع لايه لايه مثلا الله تعالى يقول: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا رد لفضله. هذه الآية تجعلك تستبشر وأنت نائم لأن الدماغ يتأثر ويتفاعل مع القرآن. تجد هدوءا نفسيا. إذا أيها الأحبة يجب أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. الشيء الثاني أن تتوكل على الله وتعلم أن الله قادر على أن يعطيك العلامة التي هي مناسبة لك. ليس كل الناس يعني كل الناس يطمح لأعلى معدل تصوروا لو أن كل الناس يعني كانت معدلاتهم كلها مئة بالمئة مشكلة لذلك هذا التنوع مطلوب والله يختار لك الفرع أو الدراسة المناسبة لك بشرط أن تتوكل عليه أنت لا تعلم أين الخير فيجب أن تسلم أمرك لله وهذه القضية الثالثة التسليم الكامل لأن الله تعالى يقول ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى إذا يجب أن تتوكل على الله وتسلم وجهك إلى الله وتعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلى الله وتعتقد أن كل شيء مكتوب عليك الآن أنت أخذت بهذه الأسباب نأتي لقضية الدراسة والمراجعة حاول أن عندما تفتح الكتاب، لا تفتح هذا الكتاب من اجل ان تدخل به الى الامتحان، لا افتح الكتاب لتأخذ معلومة مهمة انت تستفيد منها اولا، صدقني هذا الاسلوب يجعلك لا تنسى المعلومة. عندما تفتح هذا الكتاب وتأخذ المعلومة وانت متلهف لان تأخذ اكبر كمية من المعلومات لتستفيد منها في حياتك العادية و وتنوي ان تخدم بهذا العلم تخدم كتاب الله لاننا كلنا سنموت ايها الاحبه وسنقف امام الله فيجب ان يكون علمك هذا الهدف منه هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى هو ان ان, أن يعني تخدم نفسك اولا وتستفيد وتسخر هذا العلم لخدمه كتاب الله ولمنفعه الناس من حولك هذه القضيه تجعلك تنكب على الدراسه وتد... يعني انظروا الى العلماء العلماء الذين اكتشفوا هذه المعادلات الفيزيائيه التي تدرسونها اليوم ومعادلات كثيره في الرياضيات ومعادلات في الميكانيك وغير ذلك كل هذه المعادلات اكتشفها علماء احبوا هذا المجال اذا يجب ان تحب هذا العلم واذا وضعت في ذهنك انني انا سادرس فقط لاكسب شهاده لن تنال اي علم صدقني ولن تصبح مبدعا يعني يجب ان يكون في خطتك انني انا ينبغي ان اكون انسان مبدع ليست القضيه قضيه شهادات ايها ما الذي ماذا ستنفعني هذه الشهاده امام الله يوم القيامه كثير من الناس او كل الناس سيموتون بالنتيجه ما الذي ستنتفع به من هذه الشهاده إلا كيف استخدمت هذه الشهاده؟ هل استخدمتها لمنفعة عباد الله أم للإضرار بهم أم لمجرد المظاهر ولمجرد أن تجمع المال؟ إذا أحبتي في الله لا أريد أن أطيل عليكم أنا هذه نصائحي التي أتصور أن الإنسان إذا طبقها أولا سيكون في حالة يعني هدوء نفسي وهي مهمة جدا وأن يحدد هدفه من هذه الدراسة، تحديد الهدف قضية مهمة معظم طلابنا اليوم ليس لديهم هدف يجب ان تحدد هدفا تسعى اليه وهدفك لا يتحقق الا اذا احببت الماده التي تدرسها يجب ان تحب ان ان, أن يعني تخلق في داخلك حبا لما تدرس وتعلم ان هذه المعادله التي تقراها انت في دقيقه هذه اخذت من 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 العلماء مئات السنين حتى اكتشفوا هذه المعادلات فاليوم هذا المنهاج يقدم لك هذه المعادلات على طبق من ذهب فلذلك احرص على ان تكون شرها للمعلومات وان تاخذ هذه المعلومات بشراهه وبحب وحب اطلاع وتنوي ان تنفع بها الناس وليس لمجرد الشهره او المال بل لمنفعه الناس ليكن هذا هدفك. إذا أيها الأحبة في ختام هذا اللقاء ألخص بكلمات محددة أولا وأهم شيء التوكل على الله. الشيء الثاني أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. الشيء الثالث أن تدرك أن كل شيء مكتوب. الشيء الرابع أن تستمع للقرآن أثناء النوم مهم جدا. الشيء الخامس أن تضع هدفا أمامك لتحب هذا العلم لكي لا تنساه. ولكي تقبل عليه باهتمام. واخر شيء ايها الاحبه ايضا اقول واكرر يعني اول شيء تبدا بالتوكل على الله وتنتهي بالتوكل على الله لان التوكل على الله الحقيقه هو كنز اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم وانا ساختم بدعاء سيدنا موسى ارجو من الجميع ان يحفظ هذا الدعاء وان يكرره دائما اثناء دراسته وأثناء الامتحان وفي كل وقت قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته